ان شاء الله هناخد ندوق الخضروات الاساسي اللي بتقول بتاعتي. اول حاجه هناخد الوجبات هننزل الترميتوت بنسميها فلاتورم او فلوكس، اللي بيميزها ان هي بتكون فلات بالتفنتر زي ما انتوا شايفين كده ان هي بتكون اهي فلات. ليه فلات؟ عامله زي قلة الشجر اكسبت شيستوزوما بتكون سلندريكا. السكر بتكون عندها تو. الدجيستيف سيستم بيكون عبارة عن ماوس وأسوفوجاس وثيقة. مفيش بودي كافيتي، بتكون طبعا كلها هرموفوديتس اكسيت الشيستوزوما. أول حاجة هناخد في الكريماتول الفاشولة هيباتيكا. الفاشولة هيباتيكا أول حاجة هناخد الديزيز بتعمل ايه الفاشولة المورفولوجي بقى عندنا الفاشولة الهيباتيكا قدر طول السيز بتاعها حوالي 3.3 سنتي، بتكون عبارة عن برومن شولدر زي ما انتوا شايفين، بيكون عندها تو سكر بس بيكونوا اكوال، عندها ميديان برانش بتاعت الانتصال السيكا بتكون سنتر، وده شكلها في العمل اللي هتشوفوه، بتكون دايانجولر كده وبتكون عندها شولدر اهي، وهي دي الشريحة اللي انتوا هتشوفوها في العمل. الفاشولة ايج السايز بتاعها بيكون اكبر ايج في المنهج عندكم 140 لـ50 مايكرو. الشيب بتاعها بتكون اوفال زي ما انتم شايفين. الشيب بتاعها بتكون سن. الكلر بيكون لونها يورج براون، بتبقى باينة في العمل بتكون لونها يورج براون. الكونتنت طبعا عبارة عن الماتيور اوفا او يوكسيل. الكاركتر بتكون اوبيركوليت، ده الاوبيركول هو مش ظاهر قوي بس هو ده الاوبيركول، وده شكلها اهوت يورج براون زي ما احنا قلنا، لها اوبيركوليت دهية خصوم شيب كبيرة جدا 140 لـ70. بعد كده من ضمن الحاجات برضه المفروض اللي هي السركاية. السركاية هنا بنسميها ليبتو سيركا السركاية بالنسبة للتيل بتاعها. ليبتو يعني سيمبل، يعني التيل بتاعها هو زي ما احنا شايفين مفيهوش أي حاجة. على العموم يا دكاترة السركاية عبارة عن أي سركاية بتكون عبارة عن بودي وتيل. آدي البودي وآدي التيل، والتيل ده اللي بنسميه هو يعني بنسمى على أساسه. من السيمبل يبقى بنسميها ليبتو سيركا السركاية. عبارة عن بروتين، عبارة عن تو سكر، جزء مصغر تلاقاه جزء مصغر من الأضغط، أدي تو سكر أهوت، عبارة عن بريد بوكات يعني جي أو تي بس لسه في أولها، وسوسجنز جلاند، والتيل بيكون سيمبل زي السيركا السكر. وده شكلها في العمل، بروتين، التيل بتاعها مفيهوش أي حاجة سيمبل. عندنا الانسيسيف ميتس سكالا بتاعت الفاشولة، هي هياها بتاعت السكالا بس فقط الكتير بتاعها مفيش غير. نيجي على اللايف سايكل. اللايف سايكل اول حاجة اللي بتعرف في اللايف سايكل لازم تعرفوها الهابيتات. الهابيتات دي يعني ايه؟ هي عايشة فيه، هي عايشة في البيلاري باسج اوف مان اند هيبيورس انيمال. الهيبيورس انيمال ديت اللي هي هتبقى الريزرفوار هوست. الهوست عندنا الديفينيتيف هوست، الديفينيتيف هوست ده العائد الاساسي هتبقى عايشة في الانسان. الريزرفوار هوست اللي هو الحيوان اللي هتعديه زي الانسان بس ريزرفوار بنسميه ريزرفوار عشان انيمال، هتبقى هيبوفاس انيمال زي الكاتل. الانترميديت هوست بقى، الانترميديت هوست عندنا سنيل اسمه لينيا ترانكاتيولا سنيك. الانفكتيف ستيج ايه اللي هيعدي الانسان؟ الانسيسيف ميتس الكاريو احنا قلناها ديت هي اللي هتعدي الانسان. الدياجنوستيك ستيج ايه اللي هنلاقيه في الصوت بتاع العيان؟ هنلاقي الماتيور ايج اللي احنا قلناها برضه. الروت اوف انفكشن الانسان هيتعدي ازاي؟ هيتعدي ازاي؟ عن طريق اورال انجيشن اوف انفكتد روفيش طب الحياه وخضروات ملوثه بالانسيسيف ميتا سيركاري. نيجي نشوف اللايف سايكل. اول حاجه الادلت اهو عايش في حته في البايل دكت، هينزل الاوفر من مع البايل في الانتستين وهتنزل في الستور، وزي ما احنا شايفين اوبركيوليتد ايك هتنزل في الستور هيحصل لها هاتشين، هيطلع بقى الاماتيور كونتنت اللي احنا كنا قايلين عليها ديت هتتحول الى ميراسيديم. الميراسيديم ده هيروح يدور على السنين الخاص بيه اللي احنا قلنا ايه لينيا ترانكاتولا، بعد كده هيتحول فيه من ميراسيديم بعد كده سبروسيست بعد كده ليبيا بعد كده سيركاليا اللي هي طلعت لنا ديت اللي هي ليبتوسيركا السيركاليا. السيركاليا بقى هتروح تشوف اي رو فيجيتابلز زي مثلا الخاص اي خضروات يعني، هتتحول الى انسيسيف ميتا سيركاليا عن طريق انها بتفقد التيل بتاعها. الانسان بقى هيجي ياخد الخضروات ديت اللي هي بتحتوي على الانسيس لو ما غسلهاش كويس او كده اللي هي بتحتوي على الانسيسيف ميتا سيركاليا. الانسان دلوقتي بقى
هياخد السيستم ميتو السكرية يحصل لها انجيشن، بعد كده تتحول الى ايه في الانتستن طبعا، بعد كده بيحصل لها ايه الميتا سيركيلا اللي جواها ديت بتخترق طبعا، بتوصل للليفر عن طريق البيبروفينيال كافيتي وتروح للليفر، وبعد كده تتحول الى ادلت وتعيش هنا. ادي من شكل نواه الادلت هتنزلها ايكل، ايكل هتنزلها هو التاور مثلا بتاعها في الوتر، اتحول الى سيركيلا ميتا سيركيلا فقدروات الانسان هياكل ايه اللي هو الخضروات ديت، تتحول الى الميتا سيركالي اكسيست ان ذا ديودينوم، وبعد كده بتخترق الانتستين والبروتينيا كافيتي وتروح للبايب داكت تحول الى ادرت. بعد كده من ضمن الترمينات برضه الشيسيدوم، عادةً الشيسيدوم من صناعة بنسميها بلاد فلوكس لانها عايشة في البلاد. الشيسيدوم من صناعة عندنا شيسيدوم من صناعة ميل، وعندنا شيسيدوم من صناعة عشان احنا قلنا الاستكس هنا هناك كنا قلنا هيموفاداتس هنا لا كل واحد لوحده. عندنا شيسيدوم من صناعة ميل بيكون سمولر صغير 8 في 1 ملي، بيكون عليه توبركل بيكون كورس كفر دبيت توبركل بيبقى كورس، عبارة عن يوم اوف سيكا ان ذا انتيور هاب، اليوم بتاع السيكا اهو قدام ادي السيكا اهو، بعد كده حصل له هو بايفوركيشن يعني، وبعد كده حصل ريونايت اهو هنا قدام انتيور. الكستيت عادة بيكون من حوالي من 6 ل 9 اهم، وبيكون يعني ايه اوفرلابنج الجراس يعني متجمعين كده. اللاترال مارجن بقى هنا عامل حاجة اسمها جاينيكو فور كنال، هو ده الجاينيكو فور كنال دي هي اللي ايه هي اللي هتاخد الفيميل، ويعني هي اللي الفيميل هتدخل فيها هقولكم بعد كده. ادي الكورة السكر ادي كنتر السكر نعرفه بعدد نيجي بقى على الشيسيدوم من صناعة فيميل، بتكون صغيرة سنة 14 في 11 ملي، اليونم بتاع السيكا طبعا زي اليونم بتاع السيكم اوف انتير هاف برضه ليك ميل، طبعا الاوفري ماشي مع اليونم بتاع السيكا، يعني هو لو قدامي يبقى قدامي يبقى اون فرونت اوف انتير السيكا يبقى انتير. اليوترس طبعا شورت كونتين 1 ل 4 اوفر، طبعا دي كلها بتلاين جلاند بتبقى كتير لارج شكلها طويلة وفيا. ادي ميل ادي انتيتا جينيك فور كنال اللي احنا قلناها هي الجينيك ده الميل ده تخينه قصير، الفيميل طويله ورفيعه اهي، الميل بياخدها ويحطها في الجينيك فور كنال عشان يعرف يمشي في البلاط. ادي الجينيك فور كنال اهو عباره عن خد من الميل، بيقول لك ان السبيشيز كاونت كمان باي نمبر اوف تيستيس ان ميل اند بوزيشن اوف ان فيميل. الايج بتاعت الشيزوم المنصنال اللي بيميزها ان لها سباين، والسباين بيكون لاترال بتكون كبيره برضه زي الفشوله 140 60 مايكرو، الشيب بتاعها بتكون اوفر وزلاتر سباين، الكراب بتاعها طبعا ترانسلوسنت ما فيهاش لون زي ما انتم شايفين كده، والكونتنت طبعا بتحتوي على مكان ميراسيكي. الشيزوم بتاعت السركلي احنا قلنا اي سركلي بنميزها بالكتير بتاعها هنا زي ما انتم شايفين اهوت مقسوم بنسميها فرقو سيرك السركلي، فرقو يعني ايه مقسوم برضه عباره عن برضه كتير اهوت، وبرضه جزء مصغر من الأرض عبارة عن تسكر وفيبرين بجد وخمسة ستة بريبريشن جلاند عشان تعرف تخترق الاسكين زي ما هقول بعد كده. ادي شكلها اللي هتشوفها تحت الميكروسكوب وتعرفها ازاي بالتيل بتاعها. السنيل اللي هو الانترميديت فوست اللي عندنا اسمه بايون فولاريا الكساندريا، بوتن شيب كده زي ما انتوا شايفين عامل زي الزرار. لفسك اول حاجه اللي كتر لازم تعرفها الهابيتات، الهابيتات بتاع الشيسيزوما انفيرو ميزنتري بين اوف لارج الدست. الهوست عندنا طبعا الديفينيتيف هوست الهيومن، الريزرفوار هوست عندنا المونكي وردن، الانترميديت هوست اللي هو البايو فلاريا سنيل اللي انا قلت لكم قبل كده، الانفكتيف ستيج بقى اللي هي ايه الفركو سيركا السركاري، السكاري نفسها هي اللي هتفتح تخترق الجلد في جوه جسم الانسان. الدياجنوستيك ستيج ازاي هعرف ان الشخص ده عنده شيسيزوما، هشوف الايج بتاعت الشيسيزوما الماتيور ايج في الاستو. الروت اوف انفكشن عباره عن سكين بنتريشن. ادي يا دكاتره الادلت اهوت ادلت ميل وفيميل اهوت انكوبيلا عايشين في الحته احنا قلنا في الفينس بيكس. اللي بيحصل بقى اول حاجه الادلت عايشه في الفينس بيكس هتروح بقى اللي هو طبعا
هيروحوا القبيلة، هيروحوا يعدوا في حتة يمشوا في البلاد فيزل لحد ما يوصلوا للبنين. البنين ده صغير جدا حجمه، فما بيعرفش الميل. احنا قلنا تخينه قصير وفي نقطة غلط فيها، هما الاتنين مع بعض ما يعرفوش يدخلوا جوه البنيون، فبيضطر الفيميل ان هو تضطر تسيب الميل وتدخل هوا، تروح تحط الايج بتاعتها وترجع له تاني. ماشي، حطت الايج فين؟ حتى في السمول بنيون اللي حوالين طبعا اللارج انتستين. ايه اللي بيحصل بقى في الايج؟ الايج زي ما انتم شايفين اهوت لها سباين، دي برضو حاجه يعني ايه حلوه، والميراسيديم برضو جواها بيطلع انزيم. غير كده الفينيولز اللي هي موجوده فيها كل ما ده بيحصل لها ريكولينج، يعني ايه بتنقبض وتنبسط. فكل ده عوامل بتخلي الايج تخترق الانتيسيليوم بتاع الفين وتدخل على الابيسيليوم بتاع الانتستين، وتخترق الابيسيليوم بتاع الانتستين وتدخل في اليومن بتاع الانتستين عشان تنزل في ايه في الاسطول. طبعا في شويه ايج بيستنوا في الوول وشويه ايج بيرجعوا تاني للسيركوليشن. خلونا في الايج اللي هتنزل في الاسطول. اول حاجه الايج هنزل في الاسطول هيحصل لها هاتشنج، المرسيدون هيطلع. المرسيدون طبعا هيروح يدور على الانترنت الوسط بتاعه اللي هو السنيل، هو الكسندراني. بس احنا عندنا حاجه هنا في الشيسيوما ان هي الميراسيديم بتحول لسبوروسيست، وبعد كده يتحول على سكري على طول، مفيش شيسيوما هنا. بعد كده السكري اللي احنا شايفينها اهوت اللي هي بفرق سلك السكري، السكري دي بتروح تعمل كونتاكت مع السكين بتاع الهيومن. ليه؟ عشان هي هايلي سنسيتيف للفايبريشن والتمبريتشر، فبتروح تخترق السكين بتاع الهيومن وتروح على طول في السيركوليشن في الفينس سيركوليشن. تروح فين حته بقى؟ تروح على اللنج، ومن اللنج تروح على السيستميك سيركوليشن، ومن السيستميك سيركوليشن بقى تروح على الليفر. يحصل لها ماتيوريشن فين حته؟ في الليفر. بعد ما يحصل لها ماتيوريشن تتحول الى ميل وفيميل، خلاص بقى ماتيور، تقوم رايحه الهابيتات بتاعتها فين؟ في الانفيروميزنتري فين؟ في اللارج انتست. ده الشيستيزوما والاطفال. بعد كده ندخل على خلاص نتيجه الترمادول اخدت الشيله والشيستيزوما، هندخل على السيستم. السيستودا عندنا حاجه اسمها اوردر سايكوفليتي. عندنا في ايه؟ هناخد التينيوس جيناتا والتينيوس سولوم والهيمروبا الدينيوتا والدايفريديوم كرايم والكانكوكس جرانيوز، اللي هي من ضمنها برضو الكانكوكس جرانيوز. ماشي، اول حاجه هنبتدي بالتينيوس جيناتا والتينيوس. التينيوس جيناتا بنسميها هيومن بيف تيبر، بيف يعني حضرتين عن طريق البيف. الجيوغرافيكال ديستريبيوشن اند ايبيدمولوجي، التينيوس جينات از ديستريبيوتد، موجوده كوزموبوليتان يعني موجوده في كل مكان في العالم. اوكيرنج ان نيرلي اول كانتي وير بيف از ايتن، يعني ايه؟ اي حته فيها بيف بتبقى موجوده فيها. المورفولوجي زي ما عدناكم نبتدي بالمورفولوجي. ادلت وورم يوجوالي ميجر فروم 5 تو 10 متر، يعني حوالي من 5 ل 10 متر، طويله جدا. فيها اول حاجه احنا قلنا بص الدكاتره السوداء ديت بنبتدي ان فيها بتتقسم حاجه اسمها سكوليكس يعني اللي هو الدماغ بتاعها، وبعد كده السيجمنت. السيجمنت بتبتدي بعد كده اول حاجه بتبقى الماتيور، وبعد كده ماتيور، وبعد كده بتبقى جاك زي ما احنا شايفين ده السكوليكس، وبعد كده بتبقى بعديها على طول بتبقى السيجمنت اللي هي الماتيور، وبعد كده الماتيور اللي احنا شايفينها دي، وبعد كده اللي هي الجاك. اول حاجه السكوليكس بيكون عامل ايه؟ بيكون جلوبيولار ان شيب وذ فور سكر، في اربعه سكر دول الدكاتره المسؤولين عن ان هي بتعمل بتلزق في الجدار الانتستي عشان ما تنزلش، بتلزق نفسها. بات نو روستيلم اور هوكس، احنا مش شايفين لا روستيلم ولا هوكس. بعد كده ندخل على الماتيور سيجمنت، بتكون عباره عن بايلوب اوفر اهوت، ودي التستيز بتكون سكترت في كل مكان، هي عباره عن حوالي 400، وبيكون بيقول ان فيها فاجان سبريكتر بتكون بريزنت، دي عشان تاني سوليوم بعد كده مش هتلاقوا فيها فاجان سبريكتر. الجراف سيجمنت زي ما انتم شايفينها هي لونجر ذان برود، وبتكون عباره عن يترس حوالي برانش دوس حوالي 15 ل 30 لتر برانش، كتير جدا. اهي دكاتره زي ما انتم شايفين الماتيور سيجمنت اهي، هتشوفوها في المعمل. ندخل على ايه بقى يا دكاتره؟ السايز احنا بنتكلم على ايه؟ سايز شيب كلر كونتنت. السايز 30 في 40 مايكرو، الشيب بتكون سفيريكال اخوات مدوره، وتكون عباره عن اوتر سيل ممبرين، ولها برضه انر راديالي استريدد امبريو فور. بيقول لك ان الاوتر ده بيحصل له ديسانتجريشن على طول يعني اول ما تنزل. بعد كده الكلر بقى بيكون لونها يلوش براون، بتكون لها طبعا اسيد فاست التنيا سجلت اسيد فاست بتاعتها بس بتتسبب بالاسيد فاست. الكونتنت طبعا فولد فور هيكسا كانس امبريو، يعني ايه هيكسا كانس؟ هيكسا يعني ستة، كانس يعني خطاب، يعني فيها ست خطابات زي ما انتم شايفين اهو امبريو. بعد كده في حاجه عندنا لايف اسمها سيست سيركس على اسم المرض بوكس عن طريق البيف، حوالي 1.5 في 2 سم، تكون شكلها بيتر شيب، ده الشكل اللي انت هتشوفه في المعمل، بتكون عباره عن انر
and outer layer وما بينهم في fluid. البسيس الكذبوف استلم قلت لكم كنوسجين، لكن في الدنيا سوريا بقول لك ان هي بنسميها سيس فيركس سيس. لا بعد كده هي دي اللي بنت. الاجر انا كنت انا قلت لكم قبل كده هي دي اهي، تبقى هي لونها مش براون هيك واسفيركل، وتكون عباره عن الوول بتاعها بيكون واديتد. ندخل على اللايف سايكل. اللايف سايكل طبعا احنا قلنا السيستولا اللي هو 72 عشان بلس نقطة الدسم بتاع المان انديكاتر، الخاص بقى الديجيتال فوست طبعا المان بتاعها عاشق بلس نقطة الدسم بتاع المان انديكاتر، الخاص بتاعها الديجيتال فوست المان لان انت مدة فوست الكاتل. الانفكتيف ستيج بقى ايه اللي هيعمل الانسان؟ السيست سيركس بوفس اللي هتبقى موجوده في المصل بتاعه الكاتل. الدياجنوستيك ستيج بقى ايه؟ الايج اند جرافيت ستيجمنت انستول، هتنزل ايج وهتنزل جرافيت استول، الاثنين هينزلوا في الاستول. الروت اوف انفكشن طبعا عن طريق انجيشن اوف اندر كوكد بيف اهوت ميت كل يعني اللحمه بتاعه البيف دي بتحتوي على السيركس بوفس بتعمل مرض اسمه تنيز. ادي اللايف سايكل يا دكاتره باختصار. ادي الادلت عاشه في السمول انتستين بتاعه الهيومن، هتنزل الايج بتاعتها او الجرافيت ستيجمنت في الفيس يعني في الاستول. اللي هيحصل بقى ان البيف او الكاو هتاكل الستول او كونتامينيتد سويل بيحتوي على الايج، ماشي. بعد كده هتدخل بقى جوه الكاتل دي عن طريق السيركول الانكوسكيل، ده هيحصل له هاتشنج ويدخل عن طريق السيركوليشن وهيروح للمصل بتاع البيف. اللي هيحصل بقى ان دلوقتي المصل بتاعتها بتحتوي على السيركس بوفس، الانسان بقى هيجي ياكل اللحمه دي اندر كوفيد او كده، فهتدخل جواه السكولكس يحصل له امبوجينيشن بقى يطلع بره ويكون ادلت وتعمل ادلت في السمول انتست. هادي يا دكاتره اللايف سايكل تاني. ادي السكولكس امبوجينيت اند اتش تو ذا انتستن اهوت، بعد الانسان ما بلعه الانسان بلع السيركس ايه بوفس اللي هي جوه المصل بتاعت الكتف، هتتحول السكولكس هيبقى يحصل له امبوجينيشن وبعد كده يطلع ويكون ادلت. ادلت هتنزل اهوت الايج او الجرافيت ستيجمنت زي ما قلنا، الانسان الكتف هتاكلها هتتحول جواها ايه عن طريق طبعا بيحصل لها رابشر انكوسفير، الانكوسفير بنتريت ذا وول اوف ذا انتستين وبعد كده يدفع السيم سيركيشن عضلات من المصل المصل دي. بعد كده ندخل على التينيا سيلم، هي زيها بالظبط التينيا سيلم برضه موجوده في كل مكان. هوير بورك از ات برضه المورفولوجي يا دكاتره يوجوالي بيكون الادلت طبعا بقى هنا بقى صغيره شويه من 2 ل 4 متر، بتكون برضو لها سكولكس اهوت بس السكولكس زي ما انتم شايفين له ستولم وليه هوكس اهيت تو رو اوف هوكس صفين من الهوكس. ندخل على الماتيور سيجمنت زي ما احنا قلنا معودينكم سكولكس الماتيور بعد كده ماتيور بعد كده جرافيت سيجمنت. الماتيور سيجمنت هنا لها 3 اوفري، هنا كان لها 2 برضو، هنا التستد برضو يعني ديسكريت برضو بس حوالي 200 اقل من هناك، ومفيش هنا فاجينال سنتر زي ما قلت لكم. الجرافيت سيجمنت برضه لونجر دان بروب بس هنا هتيجي تبص على اللاترال برانش هتلاقيها من حوالي من 7 ل 13 قليله برضه عن تينيا سوجينتا. ادي الفرق بين تينيا سوجينتا وتينيا سيلم، ادي لها الهوك السكولكس بتاعها اللي فيه هوكس اهو وتروستيلم، لكن دي ما فيهاش لا تروستيلم ولا فيها هوكس. الايج برضه زي هناك بالظبط يا دكاتره 30 في 40 مايكرو، برضه اسفيريكال بتكون لها اوتر وبيكون الانر بيكون راديتد وبرضه الكلر بيكون يلوش براون والكونتنت برضه فولي ديفلوبت هيكسا كانس امبير. ونفس لا بقى السيركس بقى هنا بنسميها سيركس سيلولوز، ماشي. يبقى التاني سلم اللربة بتاعتها اسمها سيركس سيلولوز، موجودة في البيك بتكون وايتش سيست في الدوز في لون برضه ذات كونتين ان اماتيور وورم. بعد كده بتكون ممكن توصل ل 20 مللي اند لونج اند 6 مللي وايد على حسب التيشو اللي هي موجودة فيه. السيركس سيلولوز اوف تيني سليم بتكون حوالي 10 5 مللي، بتكون في جيرمال ابسيلنس لو انت باي فايبر ستيشن اكشن طبعا اللي حواليها بيكون عباره عن فايبر ستيشن من الجسم بتاع البيك. انفاجيليت سكوليكس كونتيننج 4 سكر اندر ستيلم وست هوكس يعني طرق في هوكس زي ادلت بالظبط. هي دي السيركس سيلوز. الهابيتات بتاعها طبعا كان حتى عاش في الاسم الانتسم بتاع المان، الهوست طبعا ديفينيتيف فوست المان انترميديت فوست البيك. الانفكتيف ستيج اللي هي سيستيركوس سيليولوزا هي دي اللي هتتعب الانسان. الدياجنوستيك ستيج الايك اند جريف ستيجمنت انسلين زي ما قلنا هناك. الروت انفكشن طبعا انجيشن اوف اندر كوفد بقى هنا بورك برضه بيحتوي على سيستيركوس سيليولوزا هتعمل تنيز. طيب لو الانسان بقى اكل الايك بقى على طول يعني من غير ما يتعامل مع البيك
هتعمل مرض اسمه سيست سيركوزس. يبقى تعمل مرض اسمه سيست سيركوزس، يعني السيست سيركوزس، بدل ما كانت هتروح في المصل بتاعت البورد اللي هو كان اكل الايج، لا الانسان بقى هو اللي هياكل الايج على طول، هتروح برضو هيحصل برضو للانكوسفير برضو هيحصل له هاتشنج، وبرضو يوصل لاخترق الانتسم ويوصل للسيركوليشن ويروح برضو في المصل بتاعت الانسان او اي اورجان يعني. باختصار اهي القطط عايش فين؟ حته في السمول انتستين بتاعه المان، هتنزل برضو جاف سيجمنت او الايج. الايج لو البيج اكلها يحصل ايه؟ الانكوسفير هيحصل له هاتشنج جواه ويتحول الى سيستر كاسوريدا في المصل، والانسان ياكل بقى المصل بتاع السيستر كاسوريدا عادي. طيب لو الانسان هو اللي اكل الايج اللي بيحصل؟ if eaten by human the oncosphere hatch and migrate to some site in body and develop into cystic circus. life cycle of Trisomy 8 الادلت ورم ان سمول انتستين، بعد كده تنزل كده في السيجمنت او الايج. الانسان ممكن ياخد الايج عن طريق اوتو انفكشن او كونتامينيتد فود اند ووتر، برضه يحصل له هاتشنج الانكوسفير يدخل السيركوليشن سيستر سيركس سيلوز ان هيومن ماسل. ماشي في الانسان تعمل مرض اللي هو سيركس ايه سيلوز. بعد كده لو الايج بيج هو اللي اخد الايج ايه اللي بيحصل؟ برضه يحصل له هاتشنج الانكوسفير، والانكوسفير برضه يروح عن طريق السيركوليشن للمصل، والانسان بقى ياكل المصل اللي بتحتوي على السيركو. بعد كده الاسكوليكس بيحصل له ايفاجينيشن برضه ويتحول الى ادلت. كده يا دكاتره خلصنا اللي هو اللي عليكم في الترمتول وعليكم في السيستول، بقالكم بقى ان شاء الله باقي السيستول.